بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء المحامين في موضوعات متفرقة متداولة مهمة نتناولها بسرعة كده يبقى كل واحد عنده فكرة منها. ما يخص إعلام الوراثة، أي حد يروح باتنين شهود يتقدم للمحكمة بطلب استخراج مادة وراثة في حد توفى، المحكمة بتديله مادة الوراثة استنادا إلى الشهود. لكن ممكن يزور في إعلام الوراثة، يزور إزاي؟ يبقى في حد من الورثة يستبعده ما يحطش اسمه، هنا المحكمة هتطلع له المادة زي ما هو تقدم بالطلب وزي ما الشهود شهدهم. لو هم ثلاثة وتقدم بطلب باسم اثنين هيطلع إعلام الوراثة بالاثنين خالي من الثالث، ودي بتظهر لناس كتير جدا. لكن بننوه لأن دي مشكلة ودي جريمة بيقع فيها من تقدم بإعلام الوراثة ومن استخدم هذا الإعلام رغم علمه، والشهود الذين شهدوا على إعلام الوراثة بيقعوا تحت طائلة قانون العقوبات بالمادة 226 من قانون العقوبات، ودي جريمة عقوبتها الحبس بيصل إلى 3 سنوات. وفي الحالة دي بيطعن على العقد بالتزوير وبيثبت تزويره بمنتهى السهولة. إذن بننبه على الشهود في مادة الوراثة، لا يشهد في مادة وراثة إلا إذا كان عالما بالورثة الحقيقيين. في ناس ما تروح تجامل في مادة وراثة تلاقي في حد هم شايلينه عشان يضيعوا حقه، في الحالة دي هتقع تحت طائلة القانون بالمادة 226 من قانون العقوبات، وتبقى ارتكبت جريمة تزوير، ودي جريمة خطيرة جدا لأن بيترتب عليها ضياع حقوق. وبيسأل فيها الشهود ومن تقدم بمادة الوراثة ومن استخدم إعلام الوراثة المزور مع علمه.